Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois astuces fonctionnelles dans la vie quotidienne que j'ai sorties de moi. Donc, je vais vous partager avec vous. بالك تاني نتوما تخرج عليكم كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا ان بويوار وعندنا كاسرونه هادوما في الليل نعمرهم بون وحده فيهم بيان سور كسوا سلا ولا سلا هادي كيما راكم تشوفوا لداخل بيسك راهي قديمه شويه دونك جوتيليز بلوتو اون كاسرول جو لا رامبلي دو نعمرها ما اي ال مو سير دوميديفيكاتور سا فو دير كوا في الليل كي يكونوا راقدين اون اتوندونس دينا الفطنه ديال لي ليفر تاعنا شواربنا ولا شنايفنا كل واحد كيفاش يقول لهم باسكو هاديه تصرا كي تكوني ساكنه دون اون زون ولا دون اون ريجيون كوتيير وين كاين بزاف لوميديتي دوكو تنوضي في الليل عطشانه وفمك ناشف دونك هاد لاستوس فا فوز ايفيتي دافوار la bouche sèche et aussi adoucir l'air ambiant parce que علاش l'humidité كاين حتى وين دير لك بزاف امراض au point وين دير لك difficulté respiratoire كاين بزاف لي l'humidité ما يحملوهاش donc هاد l'astuce elle va beaucoup aider رايحه تساعدكم بزاف رايحه ديجا ميم الهواء تاع الدار راح يكون خفيف Et par la même occasion, هذا الماء كي يكون الماء تاعكم اللي عمرتوه هنا هذايا الماء سي لو دو روبيني كي يكون ماشي كالكيروز كيما راكم تشوفوا هنايا راكم تشوفوا لي ديبو دو طارت هنايا راه معمرين علاش باسكو لا زون اللي راني فيها انايا الماء تاعها كومبليتمون كالكيروز معمره كلس دونك جيفيت نغسل بالماء وهو سخون باغ كونتر في لي ريجيون اللي الماء تاعهم ماشي كالكيروز ما فيهاش الكلس تقدري حتى هاد الماء كي تنوضي الصباح انا سكو جو فو كونساي الكاسرونه هاديه تعمروها باش كي تكون لو لوندوما كاين بزاف ما عندهمش الماء سخون في ما عندهمش ماء سخون في لا سال دو بان ولا في دوره المياه ولا وما يحملوش الماء بارد مع صباح ربي ايبا بهذا تتوضاي ولا تغسلي وجهك ولا لوليدك ولا الاز يكون الماء واجد هادي concernant la première astuce. La deuxième astuce كيما راكم تشوفوا هنايا هذا سي تا سيشوار راني نشرا هادوما سلابت نشف بهم الماء كيما درت لكم في لا فيديو اللي سبقت هادوما هذايا سي تا سيش لانج سي تا ميني سيش لانج صدقوني بلي ملي شريتو ملي علقتو نقص عليا فريمون سلكني Surtout qui m'a là pour les choses la face l'خفاف surtout pour les حوايج l'خفاف qui m'a salabet qui m'a tracher qui m'a les sous-vêtements les tricots de peau et surtout les حوايج الصغار تاع الدراري par exemple que وسخ تسحقوا زعما un truc urgent هكايا et ben voilà هادو تضمني بلي تسحقي حاجه وتسيبيها مسخه كاين شحال من خطره نسحقوا نلبسوا حاجه لو لوندومان ولا نصيبوها مسخه نديروا لها حكه هكا دقيقه بيدينا نعلقوها هنا لو لوندومان نصيبوها ناشفه فوالا كاين ماما انا هنايا كيما نقول لكم انا جو بروفيت دو تو كيما يقولوا كاع الزوايا نبروفيتي منه كلش حتى هنايا راني معلقه لو غون تاع وليدي دونك هنايا قلت لكم اون طون بلو فيو ولا زعما كاين الحال وين الحوايج ما ينشفوش فيه دونك انا واش ندير الحوايج الرقاق كي ما تكونش عندي حاجه اورجونت اللي نشفها الحوايج الرقاق ننشرهم هنا سينو كاسكو جو في جالتيرن الحوايج اللي ميم رقاق وما نسحقهمش اون اورجونس ننشرهم في هاد الساش لانج وهاد الساش لانج نقابلوه هكذايا باش ينشفوا والحوايج لي اورجون ننشرهم هنايا كسوسوا تريكو ولا سروال ولا تقاشر ولا تريكو بو ولا سرابت ولا اللي جات الحاجه اللي جات في راسك سوف كو ما تعمروش علاش هي بور ايفيتي سولمون لي كاتاستروف باسكو بعد الشر لا قدر الله كابابل اي بو سيدي سو لو بوا كي تكثروا عليه الثقل لا قدر الله يقدر يتعوج لنا التويو تاع الغاز دونك
كما قلت لكم كي تكون عندكم حاجه مشمخه وتسحقوها اون اورجونس باغ اكزومبل تغسلوها صباح باش تلبسوها العشيه ولا تغسلوها في الليل وتلبسوها باش تلبسوها غدوه ان شاء الله ايبا هذايا يسلككم فريمون يسلك هذه هي pour la deuxième astuce et concernant la troisième astuce عندنا هذا et par la même occasion باش ما ننساش هذايا كيت بيان سور الشوفاج كامل دايرينو في الكولوار دونك والكولوار ما تقدريش تعرفي شكون يدخل ولا يدخل عليك من الباب ولا باش تستري حوايجك ولا تسطر حوايجك ولا حاجه كاسكو فو فات على الحوايج اللي منشورين ديروا ان فولار ديروا ان فولار فوق الحوايج ولا ان درا ولا حاجه المهم تكون كبيره طويله باش هكا باش تهبط تهبط مي فات اتونسيون كو سا سوا لا ليميت نتاعها هنايا pour éviter la catastrophe que يتوشي هذا ولا قدر الله ينحرق pour éviter les catastrophes bien sûr donc déjà rien que le fait اللي راني نمس هنايا déjà c'est chaud donc كي ديروا ان فولار شوفوا هنايا vérifier que le tissu تاع le foulard ولا المهم الحاجه اللي تغطوا بها ne dépasse pas cette limite vérifier bien les deux extrémités هنايا وهنايا هذه حاجه et concernant هذا le séchoir هذا سيتا سيشوار موبيل ما كاش اللي ما يعرفوش انا هذا لو سيشوار ننشر فيه لو بلوس لو فريمون سوفون ننشر فيه لا بلوبار دو طون ننشر فيه نخرجو ونخليه علاش بور دوني لو طون الحوايج يقيسهم شويه وتقيسهم شويه داك لو غوفلي دو سولاي تو سا الشميسه معروفه بلي مليحه للحوايج مي en temps pluvieux ou là en temps وين كاين الريح كي يكون تصب الشتاء ولا كاين الريح كاين دو سوليوشن اما تخليه برا وديري له كيما قلت لكم في لا بروميير سوليوشن تسطري حوايجك باغ اكزومبل كاين دي سوفاتمون شرطيهم باش يضربهم شويه ريح وشويه شميسه ولا اي با tu fais un châle tout ça هكذا un châle tout le long ولا même هنايا كيف ديروا ان شال طول لو لون ولا هكذا كاريمون هكذا تغطوا كامل ديروا ان شال ولا ان درا المهم يغطي لي كات كوتي لي كات كوتي سا ديبون من تكونوا ناشرين بالك في الوسط بالك في الكوتي ولا نتوما تعرفوا كيفاش رايحين تغطوا بلس باش ما تقيسهمش شتا sinon si لا كاين باغ اكزومبل غير تريكوات غير دي تريكوت بو حاجه زعما ماشي انتيم تقدروا ويكون كاين شويه شتا تقطر تقدروا تحكموا سواء باش امبيرميابل بيان سور تكون مقيه باش ما تسخلكمش الحوايج سواء دو بلاستيك كيفاش ديروا له هذاك البلاستيك يكون كبير و فات ان سورت دو كوفرير وين تكونوا ناشرين وتشدوا بالمساسك اون سي جامي يجي الريح يدي لكم هذه هي وانايا هنايا لا نصيحه اللي نقدر نمدها لو كونساي كو جو بو دوني بور هاد لاستوس سي كو ما تخلوش في البيت اللي ترقدوا فيها نو ليسي جامي لو لينج سورتو لو غرو لينج سورتو حوايج تقال وخشان سورتو لو كاين حوايج بزاف وخشان ما تخلوهمش في البيت معاكم ينشفوا باسكو تو سامبلومون اي بوف بروفوكي دي مالادي تري غراف دي مالادي بولمونير تري غراف يقدروا يسببوا لكم امراض رئويه خطيره وتولي في حرب تحل وربط دونك يفون ميو هدايا خلوه سواء سي فوز افي ان بالكون مغلوق ولا عندكم يا سيدي لا ما عندكمش لسباس خلوه في الكولوار ولا في لا سال دو بان ولا في لا كويزين المهم جامي دون لا بياس او فو دورمي كيستيون تقاشر وتريكوت بو وهادوك تو سكي يرقاق معليش هذا كيما هدايا يكون هكذا في الكولوار ما عنده حاجه باسكو راه في الكولوار ما يضرش ما يفي با دو مال كي يكون في الكولوار مي هذا كي يكون في لا ميم بياس وين ترقدوا سي تري دانجورو سي تري 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 دانجورو دونك سورتو كي نقولوا دانجورو
pour les, que ce soit pour les gens adultes, les gens âgés ou les adultes, ou là pour les bébés. Les bébés, c'est encore plus grave parce que علاش يكون مازالهم le système immunitaire تاعهم مازال ماهوش développé. Leur corps n'est pas assez résistant pour se défendre contre les maladies. Donc, هدايا يقدر يسبب لكم مشاكل صحية بزاف. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette remarque. Que ne laissez jamais quoi que ce soit, hajam shimkha, khchina, ma tkhallouhach, ma'akom felbet. Et concernant hadelma, mziyel et tfakkart, je vous ai proposé cette astuce parce que tout simplement, c'est pas tout le monde qui a un humidificateur à la maison ou machitani à la portée de tout le monde. Donc voilà, c'est une astuce fonctionnelle ta koul youm fil hayat el basita. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ou la عندكم تساؤلات ou la عندكم افكار تقاسموها تقاسموني معاكم et tout ça. Je voudrais bien savoir votre avis. Est-ce que la vidéo عجبتكم? Est-ce que vous avez des idées à me proposer? رانا هنا باش نتقاسموا ونتعلموا على بعضنا. خلوا لي كلش في التعاليق. خلوا لي تعليقكم و je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle astuce. Salam.